سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. ضمن المنظمات الكتيرة اللي أنشأوها وأسسوها السوريين للسوريين، في عدة منظمات بتحمل اسم سند، والمنظمة اللي رح نحكي عنها اليوم هي أول سند سوري للسوري. سند أخذت اسمها من العربي اللي معناه الدعم، أما حروف كلمة سند بالإنجليزي وهي اختصار ل The Syrian American Network for Aid and Development، الشبكة السورية الأمريكية للمساعدة والتنمية. انطلقت منظمة سند مع بداية الثورة السورية بسنة 2011 من واشنطن على إيد 2 سوريين إخوة هنن علا ومهند رفاعي، يلي كان عنده نظرة للمستقبل القريب وشافوا من خلالها ضرورة التحرك لدعم السوريين اللي عم يهربوا من الصراع وعم يتجهوا لدول الجوار ليصيروا لاجئين ونازحين عايشين بأقصى الظروف الإنسانية. وبلشت المنظمة عملها بعد ترخيصها بواشنطن بإرسال مساعدات طبية للجرحى السوريين على الحدود السورية. بعدين صار الشغل يكبر مع ازدياد الحاجة، وشوي شوي توجهت المنظمة للأطفال وكرست كتير من إمكانياتها لتعليم الأطفال من خلال برنامج سند إديوكيشن فند، يلي بتم من خلاله دعم الأطفال السوريين اللي ما عم يتلقوا تعليمهم من خلال فتح باب التبرعات مهما كانت بسيطة، ليتم تحويلها لمساعدات مالية لمتابعة الطفل دراسته بالبلد المضيف اللي موجود فيه أو بأي مكان تاني بالعالم. ولتأمين هاي المساعدات بتشتغل المنظمة على إطلاق حملات للتبرع من خلال منصات ووسائل الإعلام الرسمية والاجتماعية، وهي التبرعات بتدعم رحلة مقدم الطلب للمدرسة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. ومن خلال عمل المنظمة على الجانب التعليمي لاحظوا أنه من أهم التحديات اللي عم تواجه التعليم هي عمالية الأطفال، يعني أغلب الأطفال العاميين ما بيدرسوا ولا بيروحوا على المدارس، فكمان اهتمت المنظمة بهذا الجانب من خلال التوعية له وتأمين المساعدات المادية لإعالة الأسر اللي بيعتمدوا على الطفل العامل ليقدر الطفل بهالحالة يلتحق بالمدرسة. والتحدي الكبير بمشكلة عمالة الأطفال خلق فكرة الفيلم الوثائقي السوري Tomorrow's Children، أولاد بكرة، يلي بيتناول قصة عمالة الأطفال واللي رح يشوف النور قريباً. أما البرنامج الثاني فهو حملة أنا سوري I am Syrian، وهي الحملة ساهمت منظمة سند بتأسيسها ودعمت القائمين عليها، وهي حملة على مستوى العالم لإيصال رسالة للشعب السوري بأنه ما انتسوا، والهدف منها إنهاء الصراع بسوريا ومحاسبة المجرمين يلي ارتكبوا مختلف أنواع الانتهاكات بحق الشعب السوري. بتنطلق الحملة من مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان اللي بتنص على أنه كل البشر بيستحقوا حرياتهم المدنية الأساسية، وما بيجوز لأي كيان حكومي أنه يسلب هاي الحريات أبداً. حملة أنا سوري انفصلت بعدين وشكلت منظمة مستقلة، هاي المنظمة هي الأخت لمنظمة سند. وهيك على مدى أكثر من 6 سنين أثبتوا القائمين على منظمة سند أنه السوري للسوري بحس بوجعه بوقف معه مهما طالت الأزمة. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.